جيد، تكلمنا على هذه القصص. أساسيات تخطيط المستقبل، أول حاجة نديرها في هذه الأساسيات تشخيص أين أنا الآن. خذوا ورقة جديدة وكتبوا فيها أساسيات تخطيط المستقبل. عندنا أول سؤال، أين أنا الآن؟ أين أنا الآن؟ ماشي راني في المسجد طيب العقبي، لا مش هذا المقصود بها، ماشي المكان. أين أنا الآن يعني ما هي النقطة التي أنا فيها؟ نعم، ما هي النقطة التي أنا فيها؟ أين أنا الآن؟ في أين أنا الآن مطلوب منا أربع حوايج، نعطيكم أربع أسئلة، نعطيكم وقت تخدموا عليهم. السؤال الأول، ما هي نقاط قوتي؟ وكي نقول نقاط القوة معناتها داخلية، حاجة داخلية. ما نقولش من نقاط قوتي أني عندي دراهم، هذه حاجة خارجية. من نقاط قوتي عندي إرادة قوية. من نقاط قوتي كي ندير حاجة في راسي نوصلها. من نقاط قوتي العزيمة. من نقاط قوتي الوقت. من نقاط قوتي الصحة. هذه أمور داخلية، هذه نقاط القوة. السؤال الثاني، ما هي نقاط ضعفي؟ وما دام ضعفي معناتها داخلية أيضا، ما تقولش نقاط ضعفي ما عنديش طنوبيل، هذه خارجية. وش الداخل يخصك، نقاط ضعفك الداخل. مثلا عندي التسويف، من نقاط ضعفي أني نرقد بزاف، من نقاط ضعفي أهدافي نبداها متحمس وبعد نفشل مثلا. ما هي نقاط ضعفي؟ ثلاثة، سؤال ثالث، ما هي الفرص المتاحة أمامي؟ هنا دوكا نشوفوا نظرة خارجية. ما هي الفرص المتاحة أمامي؟ عندي مسجد قريب ليا، عندي جامعة نقدر نسجل فيها، عندي كتابات في الدار، الحمد لله عندنا دراهم، عندي طنوبيل. هذه كلها تولي فرص، أي نقاط قوة لكن خارجية، فرص متاحة. السؤال الرابع، ما هي التحديات التي أمامي؟ ما هي التحديات التي أمامي؟ والتحديات هي عبارة عن نقاط ضعف لكن خارجية، نقاط ضعف لكن خارجية. مثلا ما عنديش سيارة، ساكنة في بلاصة بعيدة، ما كاش مكتبة قدامي، الجامع بعيد عليا، يعني مثلا أمور كما هذه. طيب، لتشخيص الواقع عندكم الآن نعطيكم خمس دقائق، عمروا هذه الأسئلة، هذو نقاط القوة، نقاط الضعف. لا ما تقولهم ليش وحدكم، عمروهم وحدكم. نقاط القوة، نقاط الضعف، والفرص والتحديات. طيب الآن، هل الشيء اللي سمعته كامل ولا واحد فيه يرتقي يكون هدف؟ ما عندوش قاع علاقة بالهدف ولا صياغة الهدف، لم يتوفر فيه ولا شرط واحد. نعطيكم الشرط الأول، المصادر حولوها إلى أفعال، فالفعل يدفع نحو العمل، والفعل يفيد الشروع في العمل، لكن المصدر يفيد التمني أكثر من العمل. فبدل حفظ كتاب الله ندير أن زائد الفعل المضارع، أن أحفظ كتاب الله، هذه الأولى. بدل دخول كلية الطب، أن أدخل كلية الطب. طيب ما الفرق بينهما؟ دخول هذا شيء عام مصدر، لكن الفعل زائد أن زائد الفعل المضارع يخليني أشرع في العمل نفسيا، يخليني نبدأ نخدم. أن زائد الفعل المضارع، هذا واحد. اثنين، أن يكون واضحا. لما نقول أنا هدفي أن أحفظ كتاب الله، تقول لي واضح؟ لا يحتاج إلى توضيح. كتاب الله في أي رواية مثلا، توضيح ولا لا؟ أي رواية. فإذا قلت أن أدخل كلية الطب، حددي التخصص أيضا باش يكون واضح ومعروف. هي أشفاو مليح، اكتبوا بالفرنسية كلمة سمارت، SMART، كلمة سمارت. سمارت هي شروط وصفات الهدف الذكي. سمارت، دوك كل حرف نلقاو الشرط ديالو. الاس تاع سمارت سبيسيفيك، اي واضح، واضح ومحدد. هدفي ان انجح، قلنا فاش حاب تنجح.
أن أنجح في ماذا؟ بس هذا الهدف ستوندار، هذا ما تنجح ما تعرف إلا نجحت، لا لا لا. هدفي أن أحفظ القرآن الكريم برواية كذا، حفص، ورش، قالون، غيرها، هكذا. دوك أنا درنا الشرط الأول فقط، الآن زائد الفعل المضارع وزدنا الشرط الثاني اللي هو أن يكون واضحا ومحددا. تنين أم أس، قلنا واضح أم ميزيرابل، قابل للقياس، لازم ندير فيه يا أعداد يا أرقام يا مساحة يا مسافة يا وزن، باش نعرف نقدر نقيسه من بعد، نقيس إلى نجحت إلى ما نجحت. فهدفي أن أحفظ كتاب الله برواية ورش وأن أعرضه مرتين. أنا مرتين ولا قابل للقياس؟ إلى عرضته مرة هاني حققت هدفي بنسبة 50%، إلى عرضته ثلاثة مرات هاني حققته بنسبة 150%. واضح؟ فالقابلية للقياس لازم رقم، لازم عدد، لازم وزن، لازم مساحة، مسافة، باش تقدر تقيسه حققته ولا لا، وما مدى تحقيقك للهدف. الهدف اللي ماهوش قابل للقياس هذا هدف ستوندار فضفاض، نقدروا بعد 20 سنة ما نحققوش. شحال من واحد من اللي عرفته واش هدفك؟ ان شاء الله نحفظ القرآن، تلقاه بعد 20 سنة واش هدفك؟ ان شاء الله نحفظ القرآن، ويبقى مجرد أمنية ليس بأمانيكم. باش تبدا تخدم لازم اول حاجه تحط الامور في نصابها، تضع القطار في السكه وتخطط. اذا قلنا واحد واضح، ان زائد الفعل المضارع، ثم الاس سبيسيفيك واضح، الام ميزيرابل قابل للقياس، نحط له رقم عدد، ثم ا اكسبتابل مقبول شرعا، ماشي هدف حرام، مقبول عرفا منطقا منطقيا، وهذا موجود في كل أهدافكم لا شك. ثم عندي آر واقعي، ماشي كما الحلم، الحلم بلا حدود، خيال مفتوح، أما الهدف واقعي يعني صح نقدر نحقه، ماشي هدف خيالي. هدفي أن أطير، واش الطير هذا؟ هذا خيالي غير واقعي. تي تايمينج، أي محدد بزمن، لازم تحدد الزمن. فيولي عندك هدفي أن أحفظ القرآن الكريم كاملا برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وهذا خلال سنة 2024. هذا هدف، هذا كي توصل 24 يوصل ديسمبر تولي تقيسي حققت ولا لا، ما مدى تحقيق الهدف، ما هي المعيقات، وش اللي خلاني ما نحققوش. ومن بعد لما نوصلوا 2024 واش نعاودوا نديروا؟ نعاودوا نديروا التشخيص، اين انا الان، نقاط قوتي، خدمت القران، هذه ما كانت عندي من قبل، نقاط قوتي خدمت القران، نقاط ضعفي مانيش راجع مليح، احتاج لمراجعه. فهنا نعاودوا نديروا تشخيص الواقع، يولي عندنا واقع جديد غير اللي شخصناه من قبل. واضح؟ فوش هي الصفات؟ أن يكون واضحا، قابلا للقياس، مقبولا، واقعيا، ومحددا بزمن. والشرط الأول في الصياغة أن يكون مصاغا بصيغة أن زائد الفعل المضارع الذي يدفعنا نحو العمل والشروع فيه. دوكا شكون يعطيني هدف بهذه الطريقة؟ هاي يا متعلمين يا بتوع المدارس، ممتاز، أحسنتي. هذا الهدف توفرت فيه كل الشروط، كل الشروط. ثم هذا الهدف ديالها، نزيدكم حاجة، هذا الهدف راح يتحول إلى أهداف صغيرة. ما دام قلتي 2026 فراح يولي عندك هدف صغير تاع 2024 وهدف تاع 2025 باش توصلي تاع 26، يعني تاع 24 أنك توصلي 15 حزب الأولى، ومن بعد تاع 2025 انك تزيدي 30 حزب في سنه تراكم، ومن بعد تختمي ب 15 مع المراجعه. هذه هي يولي من بعد هو اهداف. ثم الهدف تاع 2024 باش تحفظ 15 حزب في 2024 شحال لازم في الشهر؟ يولي عندها هدف شهري. وشحال لازم في الاسبوع؟ عندك هدف اسبوعي. وشحال لازم في اليوم؟ عندك هدف يومي.
اللي تحفظيه خمس آيات في اليوم هي اللي توصلك ل 2026 تكوني ختمتي. شفت الحياة؟ كاين بعض الناس ما يخططوش. علاش ما يخططوش؟ يقول لك نخاف نخطط ومن بعد ما نمشيش في الخطة ديالي. معليش خطط، ما تمشيش فيها، كي ما تمشي استغفر وتوب وعاود ولي ليها. ماشي معناتها اني خايف نغلط نحيها كامل، لا ابدا. دير خطة. كاين اللي يقول لك انا كي نخطط نقيد روحي، ابدا. انت كي التخطيط كله مرونة، كاين فليكسيبيليتي كبيرة جدا. وكاين دائما الخطة ألف والخطة باء. نعم الحلم، الحلم قلنا هو مستحيل وشبه مستحيل، خيالي أكثر، غير واقعي، أكبر من عمري الافتراضي، ما يوليش واقعي. إذا كان واقعي يولي هدف. مثلا حلمي أن أزور كل بلدان العالم، مثلا واحد يقول لنا حلمي أن أزور كل بلدان العالم، فالهدف الأول تاع خمس سنين أن يزور خمس بلدان، ومن بعد خمس سنين أن يزور 20 بلد واحد آخر، ومن بعد خمس سنين أن يزور 50 بلد، ومن بعد يا إما يوصل يا إما يموت وهو يحاول، بصح كان دائما ماشي في الهدف ويسعى نحوه.